ارجع لحضراتكم مره تانية، وخليني ابدا بالاخر جمله قالها ضيفنا قبل ما نطلع على الهواء. بيقول والله العظيم البلد دي جميله جدا، مصر جميله فعلا. مصر جميله لما يكون فيها شباب، ويكون فيها فنانين، ويكون فيها مثقفين قادرين ان هم بالفعل يصيغوا المهنه بطريقه صحيحه. ضيفنا الحقيقه مش مجرد فنان بيقدم مجموعه من الاعمال الدراميه اللي بنستمتع بيها وبنستفيد منها، لكن هو كمان حريص ان هو يؤدي الرساله الفنيه بطريقه صحيحه. مشاركه في الاعمال الثقافيه ونشر الثقافه بالشكل السليم، مشاركه في الاعمال الانسانيه اللي بتخدم المجتمع والناحيه الاجتماعيه بشكل كبير جدا، مساهمه كمان في تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئه اللي يعني توارثناها او عشناها على مدار سنوات سابقة للأسف الشديد نتيجة المشكلات الداخلية اللي كنا بنعيش فيها. في النهاية نموذج لفنان بيستطيع ان هو يؤدي الرسالة بطريقة حقيقية، بيعمل في صمت، بيشارك الشباب، بيحاول يكون لي البصمة الخاصة به في المجال الفني. مش عايز اتكلم اكتر من كده، لكن سامحوني ان انا ارحب بضيفنا اللي مشرفنا في مصر جميلة، الفنان الجميل طارق الدسوقي. صباح الفل. صباح الخير يا نجاة، بس انا انت صعبتي عليا المهمه، لان انا مش عارف اقول ايه بعد المقدمه الجميله اللي انت قلتيها، اللي يا رب يعني اكون اهل ليها فعلا. ده 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 وصف اللي انت بتقوم بيه الحقيقه. انا لسه ما كلمتش، انا لسه ما قلتش. هو صديق عزيز وفنان كبير وستار وابن بلد ومن الناس الجدعان قوي اللي تلاقيهم دايما لما تحس ان في حاجه مصر بتنادي في اي حاجه تلاقيه لازم يجري على طول، بيكرم ناس متواجد معاهم اي حدث، في شباب وناس عايزه تعمل حاجه لبلدهم تلاقيه دايما موجود. فخلونا نتكلم معاه بقى ونفهم منه. طب وليه طب ما تقدموني الحلقه دي واتكلم الحلقه دي؟ ايه رايك كده؟ خلاص نبتدي منين الحكايه؟ تحب نبتدي منين؟ يعني زي ما انتوا عايزين. يعني نبتدي من الاغنيه بتاعت محمد طه، مصر جميله. ان مصر جميله، وفعلا هي جميله. انا والله العظيم شايفها من اجمل بلاد الدنيا. انا سافرت تقريبا كل بلاد العالم، انا شايف البلد دي فعلا من اجمل بلاد الدنيا واجمل ما فيها ناسها. انا ما زلت مصر رغم كل ما يقال او كل ما يحاول البعض ان يقوله عن الشعب ده وعن المصريين، لكن انا شايف انه فعلا ودون يعني تحيز لاهل بلدي انه من اجمل شعوب الدنيا. الحقيقه ده صحيح، ويمكن كمان شبابنا شباب مختلف، شباب كده ليه طابع خاص. انت حريص ان انت تقابل الشباب. امبارح كنت مع شباب جامعه بني سويف بتكرم الاوائل، بتشاركهم، وده مهم قوي بالنسبه للشباب ان هم يلتقوا مع النماذج اللي بيشوفوها وبيحبوها ويتحاوروا معاهم. رايك ايه؟ شايفهم ازاي؟ شايف مشاركتهم وافكارهم وتطلعاتهم للبلد عامله ايه؟ امبارح فعلا انا كنت في جامعه بني سويف، وتم تكريمي هناك احد الرموز الفنيه اللي يعني لها اسهامات او لها دور وطني بتقوم بيه، وكان معايا كمان سياده الفريق حسام خير الله، يعني على راس الوفد اللي كان موجود وبيكرم وبيشارك في تكريم اوائل الطلبه هناك. والحقيقه كمان التكريم مش كان بس اوائل الطلبه المتفوقين علميا او دراسيا، لا، المتفوقين في النشاط، سواء النشاط الرياضي او الثقافي او الفني. فانا المساله دي يعني مش عايز اقول لك شغلي الشاغل، لان انا من كل احلامي او كل حلمي ان نعيد النشاط الثقافي والفني والادبي والرياضي مره اخرى. طب سؤال هنا لكل مدارسنا وجامعاتنا، هو هينفع؟ طبعا. طب ازاي بقى؟ ينفع. عشان احنا شايفين لا طبعا بكره احلى بكتير في حاجه زي كده، لو مشيت هتبقى جميله جدا. بص حاتم، اقول لك على حاجه. الثقافه بشكل عام والفن بالتحديد هو اللي بيشكل عقول وجدان الناس، هو اللي بيبني البشر. عارف احنا لو صرفنا استثمارات بالملايين في كل النواحي الاقتصادية ونهضنا بالبلد اقتصاديا وبقت من أغنى بلاد الدنيا وأهملنا البشر، ما عملناش حاجة. صح. بعد ما يفوت كام سنة وتحس أنك المشاريع دي بتؤتي ثمارها، لكن أجيال كاملة تم تسطحها أو تدفئها أو تم العبث بعقولها ووجدانها وبعدت عن الهوية المصرية بكل ما تحمل من عادات وقيم وتقاليد، يبقى ما عملناش حاجة. أنا كان بيثير غضبي وغيظي الشديد لما كنت بطلع على برامج الأحزاب المختلفة اللي موجودة في مصر، أو برنامج الانتخابي لأي عضو في البرلمان، أو حتى برنامج انتخابي يعني لأي إنسان. أبص على البرنامج سواء إذا كان حزب أو فرد، ألاقي مثلا الاقتصاد مش عارف كام صفحة، الصحة كام صفحة، التعليم مش عارف 20 صفحة، أجي على الثقافة ولاقي سطرين مكتوبين على استحياء كلام عام بدون خطة واضحة، بدون استراتيجية، بدون ملامح
لبكره. المساله دي كانت بتحسسني بقد ايه الناس مش فاهمه، الناس مش واعيه ومش عارفه خطوره الثقافه بشكل عام والفن في تشكيل عقول ووجدان الناس وفي بنى البشر وبنى الانسان بجد. خاصه بقى كمان عدم الوعي وصل لانهم مش مدركين ان مصر بتمتلك ثقافه العالم بجد. يعني انت متخيل ان احنا اكبر بلد في الدنيا عندها كميه اثار مثلا، والاثار موروث ثقافي في المقام الاول. احنا اول بلد في التاريخ عرفت المسرح، لان المسرح ده كان طقوس وشعائر دينيه ما زالت منقوشه على جدران المعابد الفرعونيه لغايه النهارده، طور بعد كده للشكل الاغريقي ثم الروماني لغايه ما وصل للشكل الحالي. السينما احنا تاني بلد في العالم عرفت صناعه السينما بعد فرنسا، والفرق بيننا وبينها سنه، يعني عمر صناعه السينما عندك اكتر من 120 سنه. الكتاب انت اول بلد في البشريه عرفت الكتابه وتمثال الكاتب المصري الفرعوني ورموز حجر رشيد خير دليل على اللي انا بقوله. حركه الترجمه والتاليف انت من اقدم شعوب الدنيا في هذه الحركه. كل ده قبل ما امريكا تكتشف، وايام ما كانت لسه اوروبا في غاهب الجهل والظلام، يعني نبلاء اوروبا كانوا بيبعتوا اولادهم عندنا هنا يتعلموا كل شيء في الدنيا. عفوا، هذا الموروث الحضاري والثقافي الممتد لالاف السنين هو اللي حافظ على هويه مصر رغم تعرضها لكل اشكال الاستعمار، من اول الهكسوس ايام احمس مرورا بالتتار المغول المماليك العثمانيين الانجليز الفرنسويين. كل استعمار من دول جه احتلك كان ليه ثقافه مختلفه ولغه مختلفه، ومع ذلك ما قدرش يمسخ الهويه المصريه بكل ما تحمل من عادات وقيم وتقاليد. بسبب ايه؟ بسبب الثقافه، بسبب الفن، بسبب القوه الناعمه اللي انت بتمتلكها واللي بتميزك عن كل امم الدنيا. ده شيء كلنا بنتفق عليه، بس خلينا نتفق على حاجه كمان. خلينا نتفق ان احنا برغم كل دوت للاسف الشديد في دول سبقتنا كتير قوي، دول كانت اقل مننا بكتير وما عندهاش مقوماتنا وما عندهاش مواردنا وما عندهاش اصولنا وحضارتنا، لكن سبقتنا. وللاسف الشديد الفتره اللي فاتت كنا بنعاني من تهميش الثقافه. خلينا نتجاهل ده كله ونقول النهارده بقى، النهارده مطلوب ايه علشان اعيد الثقافه بالشكل اللي بتتكلم عنه بالنوع ده؟ دي حاجه، أعيد السينما ودورها بدل ما حالة التشويش الفني اللي كانت موجودة في الفترة اللي فاتت، توثيقها إيه بالنسبة لك والدور اللي لازم نقوم بيه كفنانين؟ هو ده، نتكلم في الحلول، إن إحنا نعمل إيه؟ حلو. شفت أهمية وخطورة الثقافة والفن في بنى الإنسان، طب نعمل إيه بقى ونتصرف إزاي؟ نمرة واحد، نعيد كل أشكال النشاط الثقافي والأدبي والفني مرة تانية لمدارسنا وجامعاتنا، لأن دي معامل تفريخ حقيقية للمبدعين في كل المجالات، إلى جانب أنك بتخلق جيل متذوق للثقافة الراقية وللفن الجاد الراقي الهادف. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تحول جميع أصول الثقافة المنتشرة في كل أنحاء مصر لمراكز إشعاع حضاري وثقافي تخدم الإقليم كله، وتبقى خلية نحل الصبح في شعر وفي ورش تمثيل وفي فنون تشكيلية وفي موسيقى، بالليل في مسرح وفي سينما وفي أمسيات شعرية وثقافية وموسيقية في كل أقاليم مصر. لا تقتصر الثقافة أو الفن على القاهرة والقاهرة الكبرى واسكندرية، لازم تجوب كل محافظات وأقاليم مصر. دي حاجة. نمرة ثلاثة، نعيد الانتاج الدرامي مره اخرى، ان الدوله تمتلك وعندها شركه صوت القاهره وعندها قطاع الانتاج وعندها مدينه الانتاج الاعلامي، كل هذه القطاعات بتعمل دراما، ترجع تعمل دراما تاريخيه ودينيه ووطنيه واجتماعيه هادفه عشان تقابل هذا السيل من الدراما الغثه. بس ما سمعتش كويس، اجتماعيه ايه؟ اجتماعيه هادفه، يعني مش عشوائيات بقى وضرب وموت ويفتح صدره ويمشي يكحت بالشبشب الزنوبه والحاجات دي، صح؟ هي كده بس. هي كده بس، خلينا في كده، مش عايزين نتكلم المخدرات والحاجات التانيه. هي كده بس يا راجل، يا راجل، ده المسلسلات بتاعت رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله، ده ما فيش مسلسل ما فيهوش ضد عاره، ده ما فيهوش مسلسل ما فيهوش مخدرات ولا الفاظ بذيئه خارجه عن المألوف وعن كل عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا. تحس انهم يعني مين دول وانت بتتفرج؟ دول المصريين. ولما تيجي تتكلم مع حد يقول لك ما هو الواقع بيحصل فيه كده. واقع ايه؟ هو الواقع كله عشوائيات. لا لا، دول بيمثلوا كام في الميه من الواقع؟ 1%، يعني مليون 2 مليون من 80 85 مليون هم دول اللي انا اعمل عليهم كل الدراما اللي هي اللي بتتقدم، وعلى استحياء يبقى في عمل واحد اللي جيد او ممكن ان هو يتشاف. دي كلمه حق اريد بيه باطل. في تفرقه تانية بقى كمان، عشان بقولها لكل المبدعين وانا يعني ازعم ان واحد منهم، انه ما حدش يقول لي ان دي واقعيه، لانه في فرق كبير قوي
بين مدرستين، وده بيحصل خلط بينهم بين الواقعية والطبيعية. الواقعية دي مدرسة حميدة وجميلة زي صلاح أبو سيف ما كان بيقدم الواقعية، عاطف الطيب كان بيقدم واقعية، لكن الطبيعية دي مدرسة ممجوجة مرفوضة في الفن التشكيلي وفي الدراما وفي كل حاجة، اللي هي نقل الواقع كما هو بكل قبحه وبكل مساوئه، وأقول لك ده بيحصل. مش وظيفة الفن أبدا، الفن قيمة جمالية، متعة سمعية وبصرية، لازم يرتقي بالذوق العام. وصناعة بتساهم في تقدم الدول، يعني احنا طبعًا. لما قعدوا يقولوا الدراما التركية ودلوقتي الدراما الهندية، لما بنشوف هو ما فيش مشاكل في تركيا، لا في مشاكل واكتر مننا وواقع اسوأ من اللي موجود، لكن لما جينا نتفرج على مسلسلات شفنا بيوت حلوة. شفنا علاقات اسرية بالزبط. شفنا قيم واخلاق خلت الكل يقولك المسلسلات بالزبط. التركية المسلسلات بالزبط. الهندية اللي اصبحت متواجدة على الساحة، هنا فين المسلسلات المصرية اللي كانت الاساس الدراما اللي كانت بتسوق عبر يعني الوطن العربي كله وبينتظروا انتاج مسلسل واحد، فين ده؟ في عملية استسهال دلوقتي، احنا بقينا نعمل بقى الاعلام بالميم بقى في خدمة الاعلان بالنون، بقى بنعمل برامج توك شو ومسلسلات عشان الاعلانات بتاعت السمنه والبسكوت والشاي وكده، عشان نحصل على اكبر قدر ممكن كثافه مشاهده واكبر قدر ممكن من الاعلانات، مش مهم بقى المضمون بيقول ايه او احنا بنقول ايه للناس، ودي الكارثه الكبرى. لازم نعود المساله مره اخرى، ان الاعلان بالنون وانا معاه تماما مش ضده، بس يبقى في خدمه الاعلام، يبقى في خدمه الثقافه، يبقى في خدمه الفن، يبقى في خدمه عقول ووجدان الناس، لانه بلد نسبة الأمية فيها تخطط 40%، فبقى كل البسطاء من الناس بيستمدوا ثقافتهم كلها من هذا الجهاز السحري اللي بيتفرجوا عليه. طب أنا أسأل حياتك سؤال، البرامج المستنسخة من بره بتيجي تتحط عندنا هنا بيعملها، بيطلع حاتم يعمل برنامج، نجلة تجري تعمل أخوه، حضرتك تعمل واحد زيه ويفقد قيمته، ما بيجيبش الإعلانات اللي هي شبه يعني في أول واحد، الكريمة بتيجي في البرنامج الأولاني من الآخر، مع تحفظ بس إن حاتم ونجلة ما بيعملوش الأعمال دي لأنهم إعلاميين محترمين وبيعملوا حاجات جيدة. بعد كده يجي مثلا التوك شو، طلعت فترة كان لازم فيها توك شو بالليل، كنا بنسمع وبنتابع الأخبار عن طريق التوك شو ونشرات الأخبار. دلوقتي التوك شوز بنسبة كبيرة منهم بيركزوا على الحاجات اللي هي للأسف بتصدر لنا طاقة سلبية، لما كل مرة أفتح تلفزيون ألاقي حاجة في مشاكل، في واحد اتخانق مع مراته، في واحد مش عارف إيه، سيادة المطار، سيادة مش عارف مين، مش عارف مين أخدوا فلوس مش عارف. يا ريت ده برنامج بيتكلم عن السحر والشعوذة والدجل والبنت اللي اتسحرت والبتاع، وبرنامج تاني بيتكلم عن الست اللي اتقلبت راجل وعن الراجل اللي اتقلب ست، وبرنامج تالت ورابع بيتكلم على ملحدين وبيتكلم على مش عارف. انا مش فاهم يعني، كما لو كانت مصر خلصت مشاكلها وهمومها وبقت هي دي المشاكل المريحه والحيويه اللي المفروض ان انا اقدمها على الشاشه، كارثه كارثه فعلا. لازم ده، وعلى فكره ده لازم يبقى، انا بتضايق قوي احيانا كل يوم اي وزير ثقافه او وزير اعلام بيجي والاقي ناس مجتمعين متخانقين، بيتخانقوا معاه فين دور الدوله، والاقي السينمائيين بيتخانقوا على ازمه السينما والمسرحيين بيتخانقوا على ازمه المسرح، ماسكين في خناق الوزير والبتاع. طب فين دوركم انتوا؟ فين دور المبدعين والفنانين؟ هو لما فنان يحترم نفسه ويرفض انه يقدم مسلسل او عمل درامي تافه او سطحي او مبتذل، ده محتاج قرار من وزير. لا طب. هو لما اعلامي يحترم نفسه ويرفض يناقش مشاكل تافهه وهايفه ويغوص في مشاكل وهموم الناس الحقيقيه ويقدمها للناس على الشاشه، ده محتاج توجه وزير يعني وقرار من وزير. لو قلنا اعلامي ناجح، حضرتك قلت اعلامي ناجح، وانا عشان لازم ابقى اعلامي ناجح اجيب وزير او حد مسؤول اقعده قدامي احط رجل على رجل واقعد انت ليه ما عملتش وانت عملت وابتدي ازعق فيه وابتدي بالظبط استجوبه، انا مش دوري كده. النخبه الواعيه المثقفه من الاعلاميين والفنانين والمبدعين